السلام عليكم خاوتي، انا ما كنت ما حيث وجدتم، دائما احنا في احنا مباشرة من مابل لارش. اليوم حال الاخوة في رمضان في شارع العرب. السلام عليكم اخي. السلام. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. كيف اخباركم اخي؟ بخير الله يسلمك. شو كنتم؟ والله احنا الان فيديو يعني احوال العرب في رمضان. أيوة. او العرب في رمضان او شارع العرب مع العرب في شارع العرب في رمضان. صحيح. كيف اخباركم؟ الحمد لله. لا والله الحمد لله كل شيء تمام، والحمد لله بشارع العرب ما تحس انك بغربه ولا كانك بديره غرب. صحيح يعني كل شيء موجود. يا والله كيف تحس روحك هنا في هذا بشارع العرب؟ والله بدوله عربيه، كانك بدوله عربيه ولا كانك طالع. المطاعم عربيه، المحلات عربية، كل شيء عربي تلقاه موجود هنا. يتكلموا عربي كذلك؟ أكيد يتكلموا عربي، أكيد هذا شيء أكيد. أنا مو أصلاً أشخاص عرب اللي يشتغلون هنا. إيش الفرق بين هنا والمناطق والدول العربية؟ بما أنك سافرت أنت عدة دول، إيش الاختلاف بين الدول العربية وهنا في شارع العرب؟ والاختلاف يعني هنا في شوية تنظيم. هذا يعني اللي أقول اختلاف شوية التنظيم بس، ولا ما في شيء. ولا حنا مناطق احسن، اشياء اجمل، كل شيء عندنا العرب، لكن هنا بس شويه ترتيب وتنظيم. منظمين منظمين. هذا الفرق. ليكس نفس الفكره ام تختلف؟ اكيد، بس يعني نتكلم يعني هنا غير تجي لشارع العرب. نعم. عشان تقابل عرب ولا تتكلم عربي ولا تشتاق للاكلات العربيه والهذا. ما يعني بالدول العربيه اكيد بكل مكان يعني شهر بكل مكان يعني. المعاملة ربما تختلف على هنا في الدول العربية. صحيح صحيح. نعم. صحيح. هنا يعني أكيد في خدمة تقريبا أفضل. نعم يعني وش اللي أفضل يعني. أنت من السعودية؟ أكيد. مرحبا بكم. إيش رأيك في نتائج الأولمبياد للفرق العربية يعني؟ والله صراحة والله يعني ما في من نتائج، ما في نتائج يعني. هي برونزية وفضية اللي خديناها وذهبية. الجزائري والتونسي. الجزائر اكيد يعني، هذا الجزائري اللي اخذ الذهبيه الضاحيه ومخلوفي. ايه تابعناه اكيد. والتونسي في السباحه كذلك ذهبيه. التونسي صحيح. بينما الدول العربيه يعني جو هوليداي. ما في يعني يقول لك صيام، ما صيام يعني احس لا صيام ولا ميداليات. ما صعب. ايش رايك انت؟ والله الله يا اخي صراحه النتائج يعني ما تشرف، لكن الحمد لله على كل حال يعني. نتأمل الحمد لله، نتأمل إن شاء الله في الأولمبياد الجاي الخير إن شاء الله. إن شاء الله. بالمناسبة إحنا في الأيام الأخيرة من رمضان، ما كلمت كل الناس اللي يشوفوك في رمضان، تفهم لهجتي أنا؟ تفهم لهجتي؟ لا لا أكيد. يعني أي كلمة الناس المشاهدين يعني إحنا الآن في الأيام الأخيرة في رمضان، ما كلمت كل الناس اللي راح يشوفوك؟ الله يعيد علينا الشهر إن شاء الله. قبل أيام معدودات كنا ننتظر شهر رمضان، والحين نبغى نودع الشهر. وكل عام انتم بخير وعيدكم مبارك وانت من اهله ان شاء الله اخي. الجميع ان شاء الله. وبارك الله فيكم. ها انت اخي. والله يعني نقول الله يعيد علينا بخير ومسرات ان شاء الله. وزي ما قال اخوي يعني راح برمشة عين يعني، زي ما دخل والله يعني ما حسينا به، راح سريع سريع ان شاء الله. بالتوفيق اخوي. كل عام انتم بخير وصحه وسلامه. السلام عليكم. عيدكم مبارك ان شاء الله. السلام والأمان في كل الدول العربية. بارك الله فيك. مبروك للي خد ميداليات في الاولمبياد اللي فاتت دي، مع انها هي قليله وعايزينها تبقى اكتر، فده شيء مهم يعني. وبس بالنسبه لاجواء رمضان، مش حاسس ان هو رمضان قوي يعني، فطبعا يختلف كتير عن الدول العربيه في رمضان، خصوصا مصر يعني، وبالذات رمضان بيبقى ليه جو مختلف يعني. بس فاحنا جينا لندن اهو، للاسف جينا في رمضان يعني، اضطرينا نيجي في رمضان، بس تمام الدنيا حلوه وظريفه. ومبروك للعرب والناس اللي خدت ميداليات في الاولمبياد. شكرا لاخي وعيدك مبارك. عيد مبارك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين.
رمضان كان جميل قوي برضو في لندن، والف مبروك للاولمبياد. طبعا كان نفسنا نكون اكتر من كده، نفس الكلام، وطبعا نفسي كل العرب يتحدوا ان شاء الله ان شاء الله. وبس مبروك عليكم الثوره. الله يبارك لك. السلام عليكم اخي، عيدك مبارك. عيد. السلام عليكم. السلام. حياكم الله. الله يحييك ان شاء الله. كيف اخباركم في رمضان؟ والله الحمد لله رمضان ماشي هنا، واجواء حلوه صراحه في شارع العرب هذا، يعني ما نحس باي غربه صراحه. يعني في تلاحم بين العرب هنا؟ تلاحم وعرب كثير هنا، والحمد لله اجواء رمضانيه. وش اخبارك يعني، يعني نتائج يعني في العرب في الاولمبيات، ايش تعليقك على هذه النتائج؟ والله مش طموحنا يعني صراحه، انا سمعت انها افضل بطوله في العرب اخذوا في البطولات، لكن مش طموح العرب يعني، العرب مشهورين باشياء كثيره وما حققوا الطموح، وان شاء الله القادم. شكرا اخي، وعيدكم مبارك. الله يحييك اخي. كيف اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. ايش يقول الناس اللي يشوفوك؟ والله يقول لهم سلام عليكم. سلام. شارع العرب المعروف بأجواء الرد، أجواء رمضانية، الكل يتكلم عربي، مطاعم عربية، رمضان كريم. شكرا وعيد مبارك. عيد مبارك. سلام. عليكم تونس. سلام. صح شريبتك. كيف اخبارك؟ ايش الاحوال تاعكم انا في 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 خلال رمضان في شارع العرب؟ والله كما هي بليز، ماهيش بارده وماهيش سخونه، طقس صافا ما طويل شويه النهار، وكم 18 ساعه 18 ساعه برشا. طب قالوش العيد 5 ايام فقط. شهر رمضان على قريب. وش رسالتك الناس اللي يشوفوك الفيديو هذا؟ والله نسلم على الاحباب والاصحاب وكله خير من سبيل ان شاء الله. يعني فرق انا بين الشارع العربي هنا في لندن والشارع العربي في الدول العربيه، ايه الفرق؟ اين الفرق؟ في فرق معناتها ما بين الفاميليا نتاعك، امك وابوك، الفاميليا نتاعك وصحابك والجيران. ما هو تعليق على نتائج الاولمبياد للعرب؟ المشاركة العربية في الأولمبياد. أنت تفتخر بهذه النتائج؟ المنلولة على التونسي. والجزائري كذلك. والجزائري. لكن هذه نتائج يعني تفتخر بها؟ أوف كورس نفتخر بها. كمان براذر، إز وان ميدالية ميدالية تعب، عيب عيب. مفروض ده. مفروض. خير من بلاش. خير من بلاش. خير من غيره. إيه بس المفروض يجيبون أكثر لا؟ إيه ما هو على مش قوية ياسر، دولة مش قوية. على حد كم دولة عربية؟ كم دولة عربية؟ اللي شاركوا في الأولمبياد كم؟ كثير مفروض على الاقل يجيبوا 50 ده يعني تزيري وتونس معناتها جابت حاجه باهيه يا خويا. صحة عيدك كما يقولوا، كل عام انت بخير ان شاء الله. الله يخليك وبارك الله فيك خويا. السلام عليكم اخي. السلام عليكم خويا. سعار خويا، كل عام انت بخير. وش قلنا على الاجواء الرمضانيه هنا في شارع العرب في ادوار رود؟ والله الحمد لله اخي، تشوف رمضان هنا الحمد لله اخي، تشوف رمضان هنا، بس رمضان في البلد احسن من هنا، تشوف ولا حاجة هنا، ما في فاميلي هنا، ما في ولا حاجة. احنا هنا جالسين هنا نشوف اصحابنا جالسين معهم في رمضان فقط. ايش تعليق على نتائج الاولمبية؟ اولمبيكس فرحانين اخي، احنا فرحانين في الاولمبيك عشان الجزائر اخذت مرة الذهبية، فرحانين. والتوانسة كذلك. التوانسة كذلك. الناس يشوفوك وش تقول لهم؟
السلام عليكم صح رمضانكم وصح عيدكم نشوفكم في فلاجير يا اخي هكذا دايرين سيره اخ تونس او يزعف تونسي خاوه ها كيف خاوه خويا عيدكم مبارك الله يبارك والسلام عليكم سلام كيف اخباركم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني الفرق كيف هو حال العرب في شارع العرب؟ العرب في شارع العرب؟ نعم. العرب في شارع العرب يكونوا في دولة عربية. ما هي دولة أوروبية. هذا الشارع شارع أوروبي. يعني موجود فيه العرب بس ما فيش طعم رمضان، ما فيش ولا شيء. صيام مية وأكل. يعني في الشارع هذا يختلف عن الدول العربية بما أنه شارع عربي؟ بالطبع يختلف. فيش يختلف؟ وين الاختلاف؟ أصل من الجو ما هو الجو عربي. الناس كلها شايلة هموم. اللي رايح لخدمته واللي رايح باش ينام مش الجو نتاع العرب. بس على كيف فيه شيء الناس يعني الناس يحسوا براحة. خاصة اللي زوار قاعدين السياح مثلا كي يجي هنا يرتاح يقول لك شارع يحس أنه شارع عربي. خاطر عنده فلوس جاي من بلاده بالفلوس بلاد البترول واللي ما عنده فلوس انا ما يحس بالشارع هذا احنا ناخذوا نجمعوا الفلوس نروحوا بهم من بلادنا يا اخي بارك الله فيك ما نجي جايبين فلوس باش نصرفوها على بارك الله فيك اخي وعيدك مبارك ان شاء الله السلام عليكم السلام كيف اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش احوال العرب في شارع العرب في رمضان؟ والله الحمد لله بخير، كل شيء تمام. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام اخي. وعليكم السلام. كيف اخباركم؟ الحمد لله نشكر. كيف الجو الرمضاني في الشارع العربي هنا في لندن؟ يعني مثل وضع يعني بتقدر تشبه لوضع قريب 50-70% من وضع البلاد. يعني في حياة اجتماعية مفقودة عنا بشكل دائم حاليا، يعني بتقدر تشوفها بتلتقي بالأصدقاء بشكل أعلى من الأيام الطبيعية الأيام العادية. صلاة التراويح تلتقي بأصدقاء كثير وهذا قليل في الأيام العادية تلتقي فيهم. انت مقيم ام زائر؟ نعم مقيم. يعني فرق بين المقيم والزائر اعتقد. والله ما اعرف هذا، بدك تسال زائر اخي. اخي اوكي اخي عيدك مبارك ان شاء الله والسلام عليكم. شكرا اخي. السلام عليكم خويا. سلام الله. صح فطورك؟ سلمك. فران شهر رمضان وكل عام نزيدوا ان شاء الله يلحقني العام. وفي بريطانيا المسلمين كثيرين وما شاء الله كيف الاحوال تاع رمضان هنا؟ الجو تاع في رمضان في الشارع العربي كيف يعني؟ ممتاز هنا في جوارود العرب. بارك الله فيك، سعيد خويا.
اخي وعليكم السلام ورحمه الله. كيف اخباركم؟ نحمد رب العالمين. نحن الان في شارع العرب، يعني كيف الاجواء الرمضانيه للعرب في شارع العرب؟ والله الحمد لله احسن من اماكن اخرى في بريطانيا. يعني الناس هنا متخاويين كما يقولون، متلائمين مع بعضهم، يتلاقوا يعني تلقى الجزائري والمصري والعربي والمغربي. ايه بدون شك، هنا لا نفرق بين الجنسيات العربيه، ما شاء الله كلياتنا عرب. طبعا هناك ايجابيات سلبيات بين العرب؟ طبعا لا، هنا ما فيش، هنا كلياتنا عرب وبس الحمد لله. ايش تعليقك على النتائج الاولمبيه للفرق العربيه؟ الحمد لله رب العالمين، السنه عملوا كويس. ان شاء الله الاولمبياك الجاي بيعملوا احسن، واتمنى يكون في فريق عربي موحد احسن، اللي يضم الدول العربيه، عدد الدول العربيه مع بعضها، بيكون فرصه للنجاح اكثر ان شاء الله. اخي نحن الان في الايام الاخيره الاواخر من رمضان، ما هي رسالتك للإخوة يعني المسلمين والعرب بنهاية هذا الشهر؟ ألف مبروك عليهم الشهر الكريم، وإن شاء الله يعيدوا عليهم بالخير والبركة وتلاقهم الأجواء والعربية، وإن شاء الله ربنا يجيبوا عليهم الخير وعز الأمة العربية والإسلامية. بارك الله فيك أخويا، وعيدك مبارك. شكرا يا أخي، السلام عليكم. مبارك لكل كل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل عربي بخير. شكرا لكم. الحمد السلام لله. عليكم. صح افطاركم. الله يسلمك خويا تزادة. رمضان مبارك ان شاء الله، كل عام انتم بخير ان شاء الله. رانا لهنا في جبال رود، رانا مع احبابنا، نتلاقاو ان شاء الله مول الفطور، نتلاقاو نقصرو ان شاء الله، نحكم بيناتنا كل عام ان شاء الله. حنا كيف هي الاجواء في رمضان في الشارع؟ والله ما شاء الله، تشوف نتلاقاو ان شاء الله، تشوف لنا مسلمين انتيك ما شاء الله، الحال راهو مليح ان شاء الله. لا بس الحمد لله يا اخويا، ندعو للجزائر ان شاء الله رمضان مبارك، وكل عام ان شاء الله انتم بخير، وان شاء الله عيدهم مبارك ان شاء الله، كل عام وما بخير ان شاء الله، ويدعونا ان شاء الله بالخير ان شاء الله. ربي يحفظك خويا. السلام عليكم خويا. حبيبي السلام عليكم. صحه فطورك. صحه فطورك. واش تقول للناس اللي يشوفوا خويا؟ ان شاء الله هذا رمضان ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والستر والعيد، ان شاء الله نعيدوا الحمد لله، ونطلبوا الخير لكل اخوتنا المسلمين اللي في الجزائر وكل العرب.
والعالم الإسلامي. والعالم الإسلامي كله حبيب. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا بالصحة ويكونوا والدينا وحبابنا وكل شيء بصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله. وصعيدك وين؟ إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يزوج حبيب ربي قادر. ان شاء الله ربي يفتح لي بامراه صالحه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اخويا يعطيك الصحه اخويا سمك بيبي. السلام عليكم، شو رايكم لاباس؟ كل عام وانتم بخير، انتم بصحه وبركه. الشعب زين ان شاء الله والامه الاسلاميه ونتمنى ان شاء الله في العام. وش الاجواء في الحي العربي هنا في ادوار رود؟ يعني اجواء عربيه هنا من كل الجنسيات وكل واحد عنده افكاره وكل واحد عنده كلامه، يعني وش الحاجه اللي تجمعكم هنا في شارع العرب؟ لا شهر رمضان تما الناس قاعد كامل يديروا يصلوا كيف كيف يصلوا التراويح، يعني حاجه مليحه، يعني ما تحسش يعني بلي راك في الغربه قريب. كاين بزاف من المسلمين، كاين يعني مختلفين بكل البلاد جنسيات كل جنسيات. الحمد لله يعني رمضان يجوز مليح وان شاء الله يجوز علينا بخير وان شاء الله العيد بخير ان شاء الله. ان شاء الله العيد مبارك ان شاء الله. العيد مبارك ان شاء الله. ان شاء الله على القريب ان شاء الله مر رمضان نزور الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله عنده بزاف ما حبش الجزائر ان شاء الله في سبتمبر كل يوم ان شاء الله يخدم الكوارث ان شاء الله. ربي يحل عليه ان شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله. عشنا البلاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خوتي عيدكم مبارك. ها السلام عليكم. السلام عليكم. طرك عطوركم صحه رمضانكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. 1 2 3 صحة عيد خويا. كل عام وانتم بخير وعاد علينا شهر رمضان المبارك واحنا في اواخر 10 الاواخر وانت سالم يا رب العالمين. جميع المسلمين ان شاء الله. جميع المسلمين يا رب العالمين. امين. بس رمضان اللي هنا لا يعوض بلداننا العربية الاسلامية، هناك الاجواء الرمضانية من احلى ما يمكن، بس لا حول ولا قوة ما بيدنا حيلة. هذا اللي موجود الحمد لله والشكر ملتزمين في ديانة وشهر رمضان وكل حاجة. بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله يحطم اسمه هذا ونبعث رسالة للشعب السوري الصامد. يا الله يا رب العالمين جي في هذا الشهر رمضان المبارك ولا يروح حد دماء المظلومين. الله ينتقم من بشار وأهل بشار الوحش. أمين. المنافق الدجال اللي لا يعرف التاريخ. بس هالي أنا أدعي يا رب العالمين دمره. اللهم لا يسمع من سوريا، يقبضوا عليه حي يحطوه داخل القفص. اقطعوا راسه إن شاء الله. وكل يوم ناخذ نقطع منه الصبع 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 هو وأولاده وعياله. يا رب هذا أمنياتي في هذا الشهر رمضان المبارك يا رب. بس نحطه بالقفص. إن شاء الله يسر المجاهدين. يا الله. عيدك مبارك إن شاء الله. أنت سالم يا رب العالمين، يعود علينا إن شاء الله. أمين أخي. سالمين. أخي. عيدك مبارك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. ايش كلمتك للناس اللي يشوفوك اخي؟ كلمه للاخوه. الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله الله ينصر الاسلام. امين ان شاء الله. والمسلمين اللي بسوريا ان شاء الله. مجاهدين. السلام عليكم اخي. السلام عليكم، احنا جاليه المسلمين ببريطانيا ندعي من رب العالمين. اللهم ساند المجاهدين بسوريا، اللهم ساند الثوار اللي بسوريا، اللهم ساندهم بالحق يا رب العرش العظيم، ساندهم الشباب اللي سوريين يا رب العرش العظيم. اللهم يوفقهم. امين يا رب. اللهم يوفقهم من الجلاد سوريا، اللهم يوفقهم من الطاغية سوريا يا رب العرش العظيم. اللهم معاكم ان شاء الله. فخلي يكون العبره وين راح قذافي، وين راح صدام، وين راح علي. فمفروض تفكر يا بشار الاسد، مفروض تفكر وين صدام راح، وين القذافي راح. فانت ان شاء الله حبلك قصير باذن رب العالمين. اللهم ساندهم الشعب السوري، اللهم ساندهم، اللهم ساندهم. امين. وعيدك مبارك اخي. وعيدكم مبارك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عسلكم. سمك.